على يمين فندق المسا، مساحة الأرض 15 فدان، احنا تقريبا بنبني على 10,000 متر مسطح، بتشيل الكنيسة تقريبا لما تخلص الكنيسة الأساسية اللي فوق من 9,000 ل 8,000 مصلي، الكنيسة اللي تحت بتشيل من 1,000 ل 1,500. تقريبا عدد العمال باشمهندس هاني والمهندسين اللي موجودين في العمل، والعمل ما شاء الله بيجري على العمل يعني على قدم وساق زي ما بيقولوا، وكمان التخصصات المختلفه اللي موجوده بالنسبه للمهندسين. احنا يا فندم معانا عدد كبير من المهندسين، معانا تقريبا بنشتغل 2 شيفت. التخصصات الموجوده في كهروميكانكس، في خرسانه، في